على الرغم من تقدم العراق 3 درجات ليحتل المرتبة 130 عالميا على مؤشر الديمقراطية العالمي لمعهد نورماندي للدراسات والبحوث في البرلمان الأوروبي، فإنه ظل يتذيل القائمة ضمن 10 دول تواجه الخطر الأكبر على الديمقراطية فيها، وعلى مؤشر بعلامات من 0 إلى 10 لكل دولة حصد العراق 3.6 علامات فقط، وكلما كانت علامات البلد أعلى كانت الديمقراطية فيه أقل عرضة للخطر، والعكس صحيح. وفي منطقة لا تكاد الصراعات تهدأ فيها حتى تستعر من جديد، وهي تصنف بؤرة ساخنة منذ عقود، تبرز تساؤلات عن أسباب تقدم دولة جارة أو دول جارة على العراق في مؤشر الديمقراطية مثل إيران، حيث جاءت في المرتبة 10 بعد 100 متقدمة على العراق 20 نقطة، وتساؤلات أخرى عن أي جهود يمكن بذلها من الجهات المسؤولة لتقليل المخاطر على الديمقراطية في بلد عانى من تدهورها طويلة. تقرير هذا العام للمؤشر ارتكز في ترتيب الدول على 11 خطرا يهدد السلام والديمقراطية في العالم، أبرزها الإرهاب والصراع والعنف والأزمات الاقتصادية والتغير المناخي وهشاشة الدولة والجرائم الدولية على الحدود وأسلحة التدمير الشامل. ورغم مرور 20 عاما على احتلال العراق، يقول التقرير إن البلد لا يزال يعاني من وضع صعب في عدم الاستقرار الأمني، وأزمات إنسانية واقتصادية وتنموية، ونقص في الطاقة، ووجود للطائفية والفساد. رؤية قاتمة قدمها معهد نورماندي للعراق، إذ يرى أن البلد لا يزال تحت تهديد الإرهاب، مدرجا جملة أخطار تهدد السلام والديمقراطية فيه، أبرزها هجمات الفصائل المدعومة من إيران، وضعف مواجهة التغير المناخي وشح المياه.